للأسف حاضر معي اللوفلي كابل وفاء وتيم حسن. أهلا أهلا وسهلا فيكم. حياتي دانا، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، يسعد مساك ومساء إم بي سي. أهلا فيكم. يعني هيك من أول ما دخلتوا هيك أنت ماسكة فيه منيح اليوم. أنا ماسكة وأنت ماسكها منيح، يعني ما بدنا إياك توقعي اليوم وفاء. برد برد. لاست يير مرت على خير وهي السنة تهديتي فيه، أكيد تيم موجود معك حبيبتي. بجد السعودية الجو يعني كأننا في أوروبا، يعني الدنيا مش بس الأجواء الحلوة كمان البرد، البرد الحلو. أكيد أكيد. واليوم طبعا جاي لساندي تيم لأنه أكيد عنده ترشيح كتير مهم، فئة الممثل المفضل عن طبعا الفيلم الهيب الرائع اللي كلياتنا حبيناه. شكرا شكرا، إن شاء الله خير. يعني الغاية أكيد نفرح إذا كانت في جائزة، ولكن يعني الجمعة الحلوة هي جمعة حلوة وبكفي إنها هي موجودة، ورح نصفق للجميع إن شاء الله كل اللي بيستاهل. Very nice. يعني الناس كتير حبوا الفيلم وطبعا المسلسل بكل أجزائه. هلأ الناس بس عم بيقابلوك بالشارع، شو أول كلمة بيحكوا لك إياها؟ شو اللي بيحبوا يسمع منك من شخصيتك؟ بيسألوني عن الشوارع. لا هذاك انتسى خلاص يعني. بس الشوارع بدك تحكي لنا شوي عنهم أكثر للوك الشخصية الجاي للسنة الجاي. هذول إن شاء الله للزنت إن شاء الله رح يكون على NBC. فهذا هو لوك الشخصية. اوكي كثير حلو، وفيك تخبرنا شوي عنه من غير ما نحرق اي احداث، تشوق الجمهور لإله شو يستنى؟ هو مثل مسلسل مرحله 1895 1900 تقريبا، عم يحكي شوي عن المجال اللي موجود ببلاد الشام، قصصنا وحكاوينا ونسيجنا الاجتماعي، وان شاء الله يكون يعني هيك مشوق. معنا كاتب متميز عمر ابو سعده، خلاص سامر بقاوي انتاج الصباح، ان شاء الله الله بيوفقنا وبتحبوه ان شاء الله. اكيد لازم. شكرا كثير لكم، بيست اوف لايك لك تونايت تيم، بليز يور فوز. ثانك يو ثانك يو سو ماتش. وهلا بنرجع لعندكم.